يمكن انا عصرت لحظه من هذه اللحظات الانتحار، مش عايز اسميها كده، لكن هو وصل الى مرحله من الانهيار النفسي انه دخل احد المستشفيات. انا عرفت كده، فاتصلت بحد في ام بي، قلت لهم يا جماعه انتوا عارفين انتوا بتعملوا ايه، انتوا كده كابتن وليد لو حد كتب هذه الحاله بعتها لفيفا ياخد الاستغناء بكره الصبح. هو في ايه؟ ده راجل وصل انهيار ودخل المستشفى لانكم بتوعدوه بتاع، واحنا مش عايزين ناخده، احنا عايزين نشتريه بالمبلغ اللي انتوا عايزينه، لان ده ما يتسابش طبعا، النوع ده ما يتسابش طبعا. وانا بتكلم كده، فكان تاني يوم الصبح قلت انا هعمل ايه، انا خلاص اتكلمت مع حد في ام بي، هروح له الصبح اقول له احنا معاك وما تقلقش ومش هنسيبك المره دي الا وانت في النادي الاهلي. وانا بتحرك حد كلمني، لان كنت بتصل بالمستشفى، قالوا لي الفجر جه حد خد وليد على مكتب الوزير، على مكتب الوزير وزير البترول، نقلوا من بتروجيت على ام بي. في ام بي انت سمعت بقى لما راح مش عايز يتمرن، عايز يقطع شرايينه، مش عايز يتمرن، عايز. وهنا لا يمكن ده يكون اداره رياضيه. لا لا مش لا، يعني انت من حقك انك تقول ايه، خلاص اذا وصلت العلاقه لكده حد بيهددك بالانتحار، فانت او حد بيعيط كل يوم وهو عندك، خلاص يا ابني وفي ايه؟ ايه اللي كان هيحصل يعني من بقاء الكابتن وليد او رحيل الكابتن خاصة وليد؟ خاصة انت مش محتفظ بالبتروجيت، انت بتديه لنادي تاني. ما هو كلها زيتها في دقيقة، انت ده بقرار فوقي. فانت ايه المشكلة الا كان احد اسباب العناد. واخد بالك؟ فلما الامور وصلت عند هذا الحد، الاهلي بقى قرر ان المبلغ اللي هيطلب واتباع اغلى استغنى وقتها 8 مليون جنيه. 8 مليون جنيه كان رقم كبير وقتها. وبعدين قالوا الزمالك هيعرض، الزمالك عرض 8 مليون جنيه. احنا كنا عارضين 6 وقفنا 8 مليون جنيه. فرجعت فكلمت الاداره في ام بي، قلت لهم واحنا هنعرض 8 مليون جنيه ورغبه اللاعب، لانه ده ما يتسابش، بس في حاجه بقى، لازم في تايم ليميت، لازم يتقفل الموضوع ده خلال 24 ساعة. قالوا خلاص لو الزمالك ما قدمش حاجة أكتر من 8 مليون جنيه هنديكوا اللاعب بذل السر. توقف الزمالك على 8 مليون جنيه، واحنا عرضنا 8 مليون جنيه وجاء مشفوعة برغبة وليد سليمان. كنت معاك أنا في ملك وكتابة، وأنت برضه ناس عمالة تتكلم وأنا عمال أسألك وأنت مستعجل على المروح، وليد مستنيك في البيت، وهو مستنيين وايه الفجر كنا اتفقنا على كل حاجه، سبقته على النادي. برضه احنا في السكه كده كان حد عايز يلعب في حاجه، فرحت مكلمه قلت له اسمع كابتن وليد، الفلوس راح، الشيك اتكتب وفي مندوب، كلمت الكابتن حسن قال لي اذا ما جاش وليد ومضى عندك دلوقتي هقول المندوب يرجع. لقيت وليد بعد نص ساعه عندي بيمضي، احنا بنتفاوض في النور واتفقنا والشيك راح. انا بقى ما قلتلوش ان انا هسحب، قلت بقى للمندوب اقعد تحت، يقول لك تطلع يقول لك ترجع. اول ما كابتن وليد مضالي قلت له اطلع سلم الشيك وقول لهم ما فيش اكتر من كده.